من أكتر اللحظات الجريئة في حياتنا لما نقف قدام المراية نعاتب نفسنا ونعترف بأخطائنا اللي لو عاد الزمن هنكررها تاني عادي جدا. أهو الشعور ده بيندرج ما بين اللوم والندم وأحيانا بنسميه غلطة العمر. وطبعا بما إننا ما بنبطلش أخطاء فكان لازم نقسمهم لأخطاء شخصية وأخطاء مهنية وأخطاء مشكلة اللي هي المصايب السوداء يعني. خلينا نبدأ رحلة ندم النجوم بالأخطاء الشخصية المتعلقة بأخطر قرار بناخده في حياتنا، الجواز. ماذا لو حبيتي شخص وما كانش معاه فلوس وانت اللي هتصرفي عليه؟ هتتصرفي ازاي؟ ما انا اوريدي اتصرفت، اديته الفلوس اللي معايا. يعني تطوعت وعملت كده. عملتي كده فعلا؟ في الجوازة التانية طبعا. نصب عليكي؟ ربنا يسهل، ربنا يدي على قد الست لما بتوصل لشهرة والفلوس بتضحي بالفلوس عشان الحب؟ يعني هي معادلة، هي دنيا غريبة أو هي معادلة صعبة. أنت بتفضلي تشتغلي لغاية ما تعملي حاجة تتسندي عليها وتكتشفي أن أنت شقيتي وتعبتي ويعني وحاربتي كتير في حياتك، فأنت عايزة تريلاكس بقى وأنه شوية حنية فبتعتقدي وشوية بأن ده خلاص إذا كانت جات على كده خلاص. لو أنت هتدفعي الفلوس وتاخدي الحنية دي هتاخديها بقى، أنت مش واخداها بأي طريقة تانية، فواي نوت ما ندفع تمنها وخلاص. ده الأسلوب الغلط اللي أنا فكرت بيه. منطق عجيب شوية بس طبعاً كل واحد حر في اختياره لأن هو لوحده غالباً اللي بيدفع التمن. نزلت من البيت لقيت بوليس تحت العربية بيقولوا لي إن في مكالمة تليفون، اتنين رجالة واحدة ستة حطوا اتنين سلاح آلي وكيس أسود في العربية. قلت لهم ده بفعل فلان الفلاني لأ أنا كنت متجوزة، وبعدين يمكن هو حس إن أنا ست ومعايا بنتين ملهاش ظهر، فليه لا ما يعني ما نستقوى. عارفه لما حد يحس انه في الجزئيه دي لا ده انا راجل قوي بقى، ده انا قاعد لها طول النهار تحت البيت بغني وشغل لها اغاني عشان تتثبت وترجع تاني، فلقى ان الطريقه دي مش نافعه فراح اعمل كده. يمكن اخاف واجري بقى واقول له الحقني بقى وانت محتاجاك جدا. يعني انت يا رانيا مش تحسي بالندم وبس، انت محتاجه يعني ندامه بالكهرباء تدوسي عليها تغني انا اللي جبت ده كله لنفسي. بس اكيد انت قامك كان رهيب. انت دخلتي طريقك السجن. هل ممكن الانتقام يوصل للدرجه دي؟ انا ده مش انتقام، ده حق. انا ما انتقمتش منه، انا خدت حقي وحق اولادي. خرب بيت اللي يزعلك يا شيخ. يلا مش خساره في طيبه قلبه. واكيد اللي هيشوف بلوه رانيا يوسف هتهون عليه بلوته. والله هم ثلاثه واتمنى انهم كانوا يبقوا اتنين. يعني ايه؟ يعني ندمان على جوازة منهم؟ يعني مش ندم. تنقص واحدة؟ مش ندم. مال عايزة مساحة كمان؟ عايزة يعني امسحها ديليت. عارفة ازاي؟ جدارة ممكن احسسك ان انا مفيش في حياتي حاجة اكتر من الزيجتين دول، ولكن للأسف الناس فاكرهالي. فهمتي قصدي؟ لا، بمعنى في ذكرياتي في اي حاجه هتلاقيني ممنتجه كل ما يخص العلاقه دي. العلاقه لما بتبقى غلط بتبقى غلط من اساسها، يعني حتى اللحظه الحلوه كانت غلط. يعني اليوم اللي قلت كان غلط. بصي اكيد مش الحالي صح، انت متزوجه دلوقتي طبعا. وانتي اتجوزتي قبلها مرتين، يبقى واحد من الاثنين. لا مش ابو بناتي طبعا. كده بقت فزوره صعبه جدا، جوزت ثلاث مرات ولا الاول ولا الثالث هيكون مين ده؟ مش معقول كده يا جماعه، ما في رجاله اتجوزوا جوازه واحده وعاشوا وماتوا هم في منتهى السعاده من غير ما يندموا وينكدوا على بعض ولا علينا. هل انت اسف على زواجك مره واحده؟ لا ده انا يعني يزيدني الشرف ان انا ما اتجوزتش مراتي بس. الله يرحمهم ويجمعهم مع بعض في الآخر. طب ده الندم على الجواز واللي هو شعور عام وطبيعي جدا عند غالبية المتجوزين.